السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي الوحدة الخامسة في هذه الحصة لدينا حصة تقويمية في الصفحة 104 من كتابي الجديد إذن ننتقل إلى الصفحة 104 اذا نبدا هذه الحصه بالتمرين الاول تشكل البحار نسبه 70.8% من مجموع مساحه الكره الارضيه وما تبقى يتكون من من اراض يعني من يابسه يعني هنا يعطون نسبه الماء لان الارض هي عباره عن ماء ويابسه وبطبيعة الحال نسبة النسبة المئوية التي تشكلها البحار يعني نسبة الماء هي سبعون فاصلة في المئة إذن السؤال كم تمثل مساحة النسبة المئوية بالنسبة لليابسة أو بالنسبة للأراضي إذن هنا بطبيعة الحال خصنا نشوف الكرة الأرضية ككل ماذا تمثل إذن الكرة الأرضية تمثل مئة في المئة إذا حنايا تكلمنا على الكل وتكلمنا على الجزء فيما يخص النسب المئوية وقلنا بأن الكل نعبر عنه دائما بمئة بالمئة وبما أن جزء البحار يمثل سبعون فاصلة ثمانية فجزء الأراضي سيكون هو مئة بالمئة نطرح منها سبعون فاصلة ثمانية وبالتالي فنسبة الأراضي. تمثل تسعة آه وعشرون أو فاصلة اثنان عفوا في المئة إذن هذه هي نسبة النسبة التي تمثلها النسبة المئوية للأراضي إذا ننتقل إلى التمرين الثاني التمرين الثاني أحسب المساحة الكلية إذن هذا التمرين يعني يحتاج يعني الكثير من الوقت وكذلك الكثير من الحسابات وكثير من التدقيقات إذا المساحة الكلية وكذلك الحجم علاش عطاو هذا التمرين لكي نفرق بين المساحة الجانبية والمساحة الكلية وبالمقابل بين الحجم لأن احنا شفنا الدرس ديال الحجم وشفنا كذلك الدرس ديال المساحة الجانبية إذن غادي نبداو بطبيعة الحال بهذا الشكل هذا هذا الشكل لكي نحدد المساحه الكليه وكذلك الحجم اذا بالنسبه لهذا الشكل هذا اذا هنا نبداو بالمساحه الجانبيه والكليه ثم بعد ذلك سنحسب الحجم اذا فيما يخص المساحه الجانبيه اذا المساحه الجانبيه هي بطبيعه الحال هي محيط القاعدة في الارتفاع ثم بعد ذلك سنحسب المساحة الكلية يعني المساحة الجانبية غنضيف لها مساحة تاع هذا الشكل والشكل المقابل يعني اذا محيط هذه القاعدة اذا محيط هذه القاعدة هذا ماذا يمثل اذا يمثل يمثل هذين هذه الاضلاع بالاضافة الى نصف الدائرة اذا هنايا آه اذا اس لاتيرال اذا اس لاتيرال ماذا تساوي اذا 12 سنتيمتر زائد 20 زائد 20 زائد نصف محيط هذه الدائره والمحيط كنعرفوه حنا المحيط كيساوي القطر في القطر في بي إذا القطر عندنا عشر لأن هذه المسافة هي فيها 12 إذا 12 في ثلاثة ثم نقسمه على اثنان علاش لأن عندنا غير نصف القطر إذا هو محيط هذه القاعدة وهذا الشيء كامل غادي في الارتفاع نتاع هذا الشكل اللي هو اذا هذه الحسابات هذه كلها ماذا تمثل فقط المساحه الجانبيه إذن هذه بالنسبة للمساحة الجانبية إذن أس دو باز ماذا تساوي مساحة هذه القاعدة هذه القاعدة المساحة نتاعها غادي تكون هي مساحة مستطيل طوله عشرين وعرضه اثناش إذن عشرين مضروبة في اثناش زائد مساحة نصف قرص نصف القرص الشعاع نتاعو ستة لأن قطره 12 اذا 6 6 في, في 3.14 على 2 اذا هذه اس ال وهذه اس دو فاز اذا غادي نديرو تطبيقات عدديه لكي نجد المساحه نتاع القاعده والمساحه نتاع المساحه الجانبيه لكي نحدد في النهايه استوطال. استوطال اس توتال اس توتال ماذا تساوي غتساوي اس لاتيرال زائد جوج اس دو فاز اذا هنايا غنديروا حسابات عدديه اللي على النتيجه النهائيه اذا عندنا دونك هنايا عندنا 12 زائد 20 زائد 20 زائد 12 3.14 مقسوم على جوج هذا الشيء غادي نضربوه في 30 إذا هذا كيعطينا المساحة الجانبية المساحة الجانبية إس لاتيرال ماذا تساوي عدديا إذا كتساوي ألفين ومئة وخمسة وعشرين فاصلة جوج سنتيمتر مربع دابا غادي نحسبو إس دو باز إس دو باز دونك عندنا عشرين في زائد ستة ستاف ستة ثلاثة فاصلة أربعتاش على جوج لأن عندنا نصف القرص إذا إس دو باز كتساوي ميتين وستة وتسعين تسعين فاصلة إذن إذا إس توتال ماذا تساوي إس توتال كتساوي إس لترال زائد جوج إس دو باز علاش لأن إس لترال رايح حددناها وغادي نزيدو لها هاد المساحة القاعدة والقاعدة اللي من وبالتالي فغادي تكون هي ألفين ومية وخمسة وعشرين جوج زائد جوج مضروبة في ميتين وستة في جوج راه في جوج دونك درتها. إذن هذه هي إس توتال إذا عملية حسابية دونك عندنا زائد جوج مضروبة ميتين وستة وخمسة إذا النتيجة النهائية نتاع هذه المساحة إذا هي دونك دونك المساحة الج... المساحة الإجمالية هي 2700. وسبعمية ألفين سنتيمتر مربع إذا هذا بالنسبة لهذا الشكل دابا غادي ننتقلو نحسبو الحجم اذا دابا الا بغينا نحسبو الحجم غادي نستغلو اس دو باز غادي نستغلوا اس دو باز دونك هنا كنعرفو بان الحجم ماذا يساوي الحجم الحجم كيساوي مساحه القاعده في الارتفاع اذا ديجا حنا حسبنا اس دو باز اذا غنستغلو اس دو باز استغليناها في المساحه الكليه اذا غادي نستغلوها اذا عندنا لو فوليوم ايتيغال اس دو باز فوا اش اس دو باز ديجا حسبناها هي ميتين وستة وتسعين فاصلة اثنين وخمسين خمسين في تلاتين وهنا هنا غادي نحصلو على النتيجة هي دونك عندنا ميتين وستة وتسعين فاصلة اثنين وخمسين مضروبة في تلاتين غادي كتعطينا تمن الاف دونك تمن الاف و تمن خمسة و فاصلة ستة ولكن هذه المره سنتيمتر مكعب لان الامر كيتعلق بي بالحجم اذا هذا كل ما يتعلق بهذا الشكل اذا غننتقلوا للشكل الثاني اذا الشكل الثاني هو عباره عن اسطوانتين اذا غنحسبوا عاوتاني اس لاترال. اذا اس لاترال ولكن هنا عندنا اس لاتيرال ديال اسطوانتين مختلفتين اذا غادي اس لاتيرال ماذا تساوي اذا اس لاتيرال غتساوي اس لاتيرال د هادي زائد اس لاتيرال د هادي المحيط اذا هنا المحيط نتاع الدائره الكبرى غادي يكون هو 15 في 3.14 وغادي نضربوه في 12 اذا هذه شنو هي هذه المساحه الجانبيه للاسطوانه اللي عندها الشعاع كبير والقطر كبير زائد اس لاطيرا نتاع الاسطوانه الصغيره اذا شحال الاسطوانه الصغيره عندها في الشعاع خمسة اذا في القطر عندها عشرة اذا غادي تعطينا عشرة في ثلاثة فاصلة اربعتاش والارتفاع عشرين اذا هذه اس لاطيرال نتاع هذا الشكل هذا يعني المساحة ل... المساحة ل... الجانبية الجانبية اذا هنايا ا و الى بغينا نزيدو حتى هذه المساحه هذه زائد اذا هنايا هذه مساحه اذا آه نديرو عمليه حسابيه شنو تعطينا هذا الشيء دونك عندنا 15 3.14 مضروبه في 12 زائد 10 3.14 نضربه في 20 النتيجة هي حداشر ألف أو لا ألف ومية ميه فاصلة جوج سنتيمتر مربع إذن هذه المساحة الجانبية نتاع هاد الشكل هذا إذن دابا غادي نحسبو المساحة نتاع القاعدة ثم غادي المساحه نتاع القاعده الكبرى والقاعده الصغرى وزائد هاد المساحة اذا دابا الا بغينا نحسبوا المساحه الكليه هنا هاد هاد القرص هذا الا زدناه هنايا غادي نلقاو في الواقع ان المساحه الكليه غادي تكون كتكون من المساحه الجانبيه وغادي نزيدوا عليها جوج اقراص كبار لان هذا الجزء هذا زائد هذا الجزء كيعطينا القرص لتحت دونك هاد, هاد المساحة هادي اذا زدنا عليها هاد المساحة هادي كتعطينا نفس القرص اللي لتحت وبالتالي المساحة ديال القاعدتين غادي تكون إس دو باز غادي تكون جوج غادي تكون هي خمسطاش في خمسطاش ولا دونك هنايا حيت عندنا مساحة إذن سبعة فاصلة خمسة نص حيت هدا الشعاع سبعة فاصلة خمسة غادي نضربها في سبعة فاصلة خمسة ثلاثة فاصلة ربعتاش هدي هي المساحة نتاع هاد القرص القرص الكبير إذن إس دو باز ماذا تساوي نديرو عملية حسابية سبعة ونص مضروبة في سبعة فاصلة خمسة مضروبة في ثلاثة فاصلة أربعة عشر إذن كتعطينا مية وستة ستة وسبعين مية وستة ستة وسبعين فاصلة ستة مية خمسة وعشرين سنتيمتر مربع إذن آه إلا بغينا دابا إس ماذا تساوي إس اس كتساوي المساحه الجانبيه زائد جوج من المساحه من المساحه ديال لاباز اذا المساحه الجانبيه هي الف وميه وثلاثه زائد جوج مضروبه في ميه وسته وسبعين فاصله ستميه وخمسه سنتيمتر مربع غادي نلقاو شحال كتساوي اس طوب اذا الف ومية وثلاثة وستين فاصلة جوج زائد جوج مضروبة مية وستة وسبعين فاصلة ستمية وخمسة وعشرين اذا النتيجة النهائية هي الف وخمسمية وستة وربعين فاصلة خمسة وربعين اذا هي المساحة الكلية دابا غادي نحسبو الحجم نتاع هاد, هاد الشكل هذا اذا في V اذا الحجم نتاع هذا الشكل غادي يكون دونك هنا V ماذا يساوي غادي يساوي حجم الاسطوانه الكبيره وحجم الاسطوانه الصغير حجم الاسطوانه الكبيره هو لا باز ف 12 اس دو باز ف 12 وهنا اس دو باز ف 20 دونك يعني ان اس دو باز هنايا هي 7.5 سبعة ونص في تلاتة فاصلة ربعتاش هذه هذه مساحة هذه القاعدة القرص الكبير وغادي نضربها في 12 وهنا غادي نحصل على الحجم تاع الأسطوانة الكبير اللي عندها القطر كبير زائد إلا بغيت الحجم تاع الأسطوانة اللي عندها القطر صغير غادي الشعاع عندي هو خمسة في خمسة في تلاتة فاصلة ربعتاش وغادي نضربها في الإرتفاع اللي هو عشرين ثم أحسب الحجم إذا نديرو عملية حسابية إذا سبعة فاصلة خمسة في سبعة فاصلة خمسة في ثلاثة فاصلة ربعتاش مضروبة في اثناش زائد خمسة مضروبة في خمسة في ثلاثة فاصلة ربعتاش مضروبة في عشرين إذا النتيجة هي ثلاثة آلاف وستمية وتسعود وثمانين فاصلة خمسة سنتيمتر مكعب إذن هذا بالنسبة للشكل الثاني إذن ننتقل إلى الشكل الثالث الشكل الثالث دونك عندنا عبارة عن موشور قاعدته مثلث المثلث غادي نحتاجو مساحته إذا عطاونا القاعدة ديالو وارتفاع غادي نحتاجو المحيط عطاونا القياسات لأن هذا القياس بحالو بحال القياس إذا عندنا جميع المعطيات إذا غنبداو بإس المساحة الجانبية المساحة الجانبية غادي تساوي هي محيط المثلث محيط المثلث ثمانية فاصلة جوج زائد سبعة فاصلة خمسة زائد خمسة هاد الشي في الارتفاع إذن هذه هي إذن عملية حسابية هنا إذن عندنا ثمانية فاصلة زائد سبعة فاصلة خمسة زائد خمسة وهذا الشيء غادي نضربوه في 12 إذن 189 189 هي المساحة الجانبية لهذه لهذا الموشور أس دو باز مساحة القاعدة عندنا القاعدة عبارة عن مثلث إذا غادي نديرو القاعدة نتاع المثلث هي خمسة لأن هنا عندنا خمسة في 8 على جوج إذا خمسة في على جوج إذا كم تساوي إذا خمسة في ثمانية إذا قسمناها على جوج كتعطينا عشرين سنتيمتر مربع إس توتال دونك إس المساحة الكلية ماذا تساوي هي مية المساحة الجانبية زائد جوج في المساحة القاعدة اللي هي عشرين إذن ندير عملية إذا غتعطينا مية زائد ربعين يعني ميتين وتسعود وعشرين سنتيمتر مربع إذن هذه هي إس بالنسبة للحجم الحجم عندنا إس آه، مساحة نتاع لا باز وغادي نضربوها في الارتفاع إذن المساحة نتاع لا هي عشرين وغنضربوها في الارتفاع اللي هو اثناش إذن هي عشرين مضروبة في اثناش إذن كتعطينا ميه وعشرين سنتيمتر. مكعب اه اولا دونك عندنا 2 12 اولا 240 عفوا 240 240 هنايا عندي واحد ل... واحد, لبتت... واحد التطبيق هذا دي بالنسبه للمساحه لهذه المساحه الجانبيه وكذلك هنا دونك مادام المساحه الجانبيه كان فيها واحد الخطأ. ده هنا الخطا دابا هنايا عندنا المساحه الجانبيه هي 200 ميتين وثمانية وأربعين فاصلة أربعة ميتين وثمانية وأربعين فاصلة أربعة وبالتالي المساحة الإجمالية غادي تغير حتى هي وبالتالي ميتين وثمانية وثمانين فاصلة أربعة أما بالنسبة للحجم فهو صحيح إذن هنا غادي ننتقلو للتمرين الأخير التمرين الاخير كذلك غادي نخدمو بنفس الطريقه اذا الا بغينا المساحه الجانبيه غادي نتعاملو مع هذا المحيط نتاع هذا الشكل هذا وغادي نضربوه في الارتفاع يعني هنا هذه القاعده ديال المحيط في القاع المحيط القاعده في الارتفاع هي القاعده اللي كتخدم لينا دائما ولكن هنا باش نحسبوا المحيط نتاع هذا الشكل خصنا نكونوا عارفين الضلع الطول ديالو هنا الطول ديالو غادي يكون هو خمسة زائد ستة اذا 11 سنتيمتر هذا الضلع ديجا عندنا ستة هذا ديجا عندنا خمسطاش هذا خمسة هذا عشرة إذا المحيط عندنا إذا هذا هو المحيط هذا المحيط غادي نضربوه في الارتفاع لكي نحصل على المساحة الجانبية إس لاترال إذن شنو غادي تساوي غادي نبداو من هنا إذا عندنا خمسة عشرين زائد ستة زائد خمسطاش زائد خمسة زائد عشرة زائد حداش وهذا الشيء غادي نضربوه فاش في الارتفاع تاع تاع هذا الشكل اللي هو 12 اذا مضروب في 12 اذا هذه هي المساحه الجانبيه اذا نديروا التطبيق العددي ديال هذا الشيء اذا عندنا 25 زائد 6 زائد 15 زائد 5 زائد 10 زائد 11 هذا الشيء غادي نضربوه في 12 اذا 864 864 سنتيمتر مربع اذا هذه هي المساحه الجانبيه بالنسبه لمساحه القاعده اس دو باز مساحه القاعده غادي نقسموها على هذه الطريقه هذه المستطيل الاول والمستطيل الثاني هذا المستطيل شنو هو الطول نتاعو 11 والعرض نتاعو عشرة إذا 11 في عشرة زائد المساحة نتاع هذا المستطيل هي ستة في بخ... خمسطاش لأن عندنا من هنا لهنا خمسطاش ستة في خمسطاش إذا خمسطاش في ستة طول العرض إذا هذه هي إس إذا عملية حسابية عندنا 11 مضروبة في عشرة زائد خمسطاش مضروبة في ستة إذا ميتين إذا ميتين إذا المساحة نتاع لا باز هي ميتين سنتيمتر مربع، إذا شنو غادي تساوي إيس طوطال؟ إذا كتساوي هاد ثمنميه وربعة وستين، غادي نزيدو عليها جوج في ميتين، يعني غنزيدو عليها ربعميه، إذا ثمنميه وربعة وستين زائد ربعميه، إذا ألف، إذا المساحة الكلية غادي تكون هي ألف وميتين وربعة وستين سنتيمتر مربع. بالنسبه للحجم في ماذا يساوي في الحجم هو الحجم ماذا يساوي هو المساحه نتاع القاعده وغادي نضربوه في 12 المساحه نتاع القاعده عندنا هي 200 ديجا حسبناها اذا غادي ندير هي اس دو باز وغادي نضربها في 12 اذا شنو غادي تعطينا تعطينا دونك 12 في 2 اذا 2400 سنتيمتر مكعب من الحجم وحدته مكعب اذا هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين صراحه لا الاشكال هذو تقريبا فيهم ما فيهم طبيعة الحال حسابات آه ولكن هذا التمرين كيجمع كي جوج دروس هذا التمرين الثاني كيجمع درس الدرس الحجم وكذلك درس المساحه الجانبيه والكليه اذا ننتقل الى التمرين الثالث اعيد انشاء المعين ام ان بي كي اذا هذا معين غادي نحاولوا نرسموه اذا هنا خصنا كيف كيفاش غادي اذا هنا خصنا نحترموا هذه الزاويه هذه 31 درجه خصنا نحددوا القياس نتاع المعين في في طبيعه الحال 4 سنتيمتر في الضلع اذا هنا باش غادي نبدا هنايا الا خديت ورقه وبديت كنخطط باش غادي نبدا انا باش نرسم هذا الشكل اذا هنا كيمكن كي انني مثلا ناخذ هذه 62 هذه الزاويه راه 62 درجه فيها او لا غادي نبدا بالاقطار نرسم جوج اقطار بحال هكا ثم غادي ناخذ المنقاله وغادي نحدد هذه الزاويه فيها 31 ثم غادي نرسم هذا الضلع آه دونك غادي ناخذ البركار ونحدد هنا 4 و 4 سنتيمتر ثم بعد ذلك عاوتاني غنحدد هنا 4 سنتيمتر وهكذا دونك هذه هي الطريقه اللي غادي نخدموا بها غادي نرسم جوج اقطار جوج اقطار بهذا الشكل هذا يعني قطر عمودي على ثم أحد قطر ثم غادي نرسمو واحد القطر القطر الاخر غادي يكون عمودي بطبيعه الحال من الاقطار تاعو دابا غادي ناخذ ناخذ المنقاله وغادي نحدد عليها ناخذ هذا الراس نتاع وغادي نحدد عليه شحال واحد درجة اذا صفر عشرة اذا واحد درجة اذا هنا هذا الضلع بطبيعة الحال ما غاديش غاد من بعد حتى نحددوا 4 سنتيمترات هنا غادي نحددوا آه... هذا الضلع هذا دونك هذه الزاويه نحددوا الزاويه 31 درجه ها هي هذه ومن هنا غناخذوا 4 سنتيمتر لان قالوا لنا هذا الضلع خصو يكون فيه 4 اذا هذه هي 4 سنتيمتر وهنا غادي 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 نقدر نرسموا ل... يعني ل... من هنا غادي يجي هنا غادي ندير الزاويه القايمه دونك ماشي هذا هو المكان تاع القطر وانما هو هنا غادي نحددو القطر الاول دونك هذا هو القطر ثم دابا يمكن نستعمل البركار البركار باش نحدد الاضلاع اللي بقات هنايا 4 سنتيمترات هذا 4 سنتيمترات ثم غنرسم واحد القوس غنمد يعني هذا الطلع لاحصل على الضلع الموالي هذا النقطه ساعة. ثم بنفس الطريقه غادي نحدد هذا واحد القوس ثم امدد وهكذا غادي نفصلو على المعين للزاوية نتاعو واحد وثلاثين درجة لان هنا عندنا واحد وثلاثين درجة هنا أربعة سنتيمترات ومن خصائص المعين هو أن هاد الأضلاع كلها متقايسه إذن هذا بالنسبة لهذا إذن غادي نسميوه دونك الاسم نتاعو إم إن كي إذن إم إن بي كي ننتقل للتمرين الرابع إذا التمرين الرابع, الرابع حسب مساحة الجزء الملون دونك بالنسبة لهذا الشكل هذا الا بغينا نحددو المساحة نتاع الجزء الملون شنو خصنا نديرو خصنا نحسبو المساحة نتاع المستطيل اللي هي عشرة في طناش وغنقسو منها مساحة هذا نصف القرص ونصف القرص هنايا غادي يكون الشعاع نتاعو خمسة خمسة متر اذا غادي نمشيو دونك عندنا المساحة نتاع هذا الشكل الملون غادي تكون هي طناش في عشرة طناش في عشرة هي مساحة المستطيل ناقص مساحة نصف القرص نصف القرص عندنا خمسة في خمسة في ثلاثة فاصلة على جوج إذا هنا غتعطينا مية وعشرين ناقص هاد العدد هذا هنا غنديرو عملية حسابية خمسة في خمسة ثلاثة في مقسومة على جوج إذا كتعطينا ناقص تسعود خمسة وفي النهاية غادي نلقاو مية ناقص مساحه نصف القرص اذن 80.75 اذن فاصله 80 فاصله سنتيمتر مربع إذن بالنسبه لهذا الشكل كذلك عندنا مساحه القرص وغنقصوا منها مساحه المربع اذن القرص عندنا اعطونا القطر حنا الشعاع اللي هو سبعة سنتيمتر اذن شنو غادي تساوي المساحة نتاعو هي سبعة في سبعة في ثلاثة فاصلة يعني ما على جوج لأن غناخدو القرص كله وغنقسو منو المربع المربع ش... مساحته هي عشرة في عشرة الضلع في الضلع إذن... يعني عملية حسابية سبعة في سبعة سبعة مضروبة في سبعة في ثلاثة فاصلة ناقص ناقص مئة إذن المساحة هي ثلاثة وخمسين فاصلة ستة وثمانين سنتيمتر مربع ثم هنا عندنا عملية عكسية إذا عندنا مساحة المستطيل إس غناخدو مساحة المستطيل اللي هي ثمانية ستة فاصلة خمسة وغنطرحو منها نطرحه منها مساحة القرص القرص ثلاثة فاصلة خمسة كشعاع إذا غادي نقسمو ثلاثة فاصلة خمسة قطر ثلاثة فاصلة خمسة قسموا على جوج إذن ثلاثة فاصلة خمسة قسموا على جوج كتعطينا واحد فاصلة خمسة وسبعين إذن الشعاع نتاع القرص هو واحد فاصلة خمسة وسبعين إذن واحد فاصلة خمسة وسبعين في واحد فاصلة في ثلاثة فاصلة أربعتاش إذن نديرو العملية الحسابية عندنا ثمانية 8... مضروبة في ستة ناقص واحد فاصلة خمسة وسبعين دونك واحد فاصلة خمسة وسبعين في واحد فاصلة خمسة وسبعين ثلاثة فاصلة ربعتاش إذا النتيجة هي إذا اثنين وربعين فاصلة ثلاثة تمنية ثلاثة سبعة خمسة سنتيمتر مربع إذن هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين ننتقل إلى تمرين الأخير وهو يتعلق بتنظيم ومعالجة البيانات لو غرافيك مونتخ لا كونسوماسيون دو أون إلكتريسيتي دو مسيو رضوان بور إذن هنايا لا كونسوماسيون شهور بالنسبة لمسيو رضوان En quel mois l'augmentation la de la consommation de l'électricité a été la plus grande Donc, dans chaque a une augmentation. Donc, ici, on va regarder le témorine. Ici, on parle de l'augmentation, mais c'est la diminution. C'est-à-dire que dans chaque mois, on a une augmentation très grande. Donc, ici, on a le mois décembre. Donc, auquel mois C'est en décembre. Ici, c'est la diminution. Ici, c'est la bataille. لا كونسوماسيون هنا طلعت دونك او دو ديسمبر او دو ديسمبر دونك كانس عنده لا كونسوماسيون زايده دونك الشهور ما تجوزاتش 100 ديال لا كونسوماسيون ولكن هنا وصلت ل 140 اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه حول تقويم التعلمات للوحدة الخامسة من كتابي الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي